يأتي شهر رمضان المبارك، يجتهد فيه الساعون لتحصيل المثوبة من ربهم، ويلتمس معه التائقون إلى رضوان الله ليلة القدر، هذه الليلة التي ترجى معها استجابة الدعاء، الذي يبقى ملاذ الحائرين وحصن المستغيثين. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد. دقائق مع التضرع والابتهال والدعاء إلى الله في أيام استجابة الدعاء. حوله بالدين والدنيا به بشرى، العرش يزهو والسماء تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواه. الله 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 سبحان الله. Allah, Allah, Allah. أو عصير.